كنظن المكالمة المقابلة كانت صعيبة على الفريقين، فحنا رغم غيابة وزينة عطينا فرصة لعدة لاعبين شبان، قاومنا بكل ما نملك من قوة بدنية وتكتيكية، كنا بعد الأطوار مسيد اللقاء، جات ضربة خطأ ركنية تسجلت علينا عدم يعني مسك اللاعب. من بعد رجعنا في المقابلة سجلنا التعادل، بينا عدة فرص. نفس الشيء في الشوط الثاني، الوقت اللي شدينا المقابلة وكنا نقلبوا على الإصابة الثانية، كانت هناك ضربة جزاء تنظن على حساب ما عرفنا أن لم يعني تصفر. الوقت اللي قبلنا المقابلة جات ضربة جزاء ضدنا، ولكن بقينا صامدين. في الاخر مقابله سيدناها كنا غنسجلوا، تسرع شويه تجربه خانتنا اليوم، ولكن الحمد لله ان اللاعبين كيستانسوا مع المقابلات القويه، فمزيد من العمل ولا سيما الثقه عند هاد اللاعبين الشبان.